للشهر الثاني على التوالي تراجعت أسعار الغذاء العالمية بعد أن سجلت مستوى قياسيا في مارس الفارط مقابل ارتفاع تكلفة الحبوب واللحوم، وذلك حسب ما أفادت به منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو اليوم، حيث بلغ مؤشر أسعار الغذاء للفاو الذي يشمل السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا في المتوسط 157 نقطة فاصلة 4 الشهر الماضي مقابل 158 نقطة فاصلة 3 في أفريل. وعلى الرغم من انخفاضه على أساس شهري، إلا أن مؤشر ماي كان أعلى بنسبة 22.8% عن العام السابق، مدفوعا جزئيا بالمخاوف من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية. وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب اليوم، قالت الفاو أنها تتوقع انخفاضا لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2022 و2023 المرة الأولى في 4 سنوات، متراجعا بمقدار 16 مليون طن عن مستوى قياسي في 21 و2000. وبينما تراجعت مؤشرات أسعار منتجات الألبان والسكر والزيوت النباتية الشهر الماضي، ارتفع مؤشر اللحوم ووصل لأعلى مستوى على الإطلاق، وارتفع مؤشر الحبوب ب 2.2% مع صعود القمح بنسبة 5.6% على أساس شهري. وقالت الفاو إن أسعار القمح زادت بسبب إعلان الهند حظرا على التصدير، إضافة لتراجع توقعات الإنتاج من أوكرانيا بسبب الحرب الروسية. وكالة اس اند بي جلوبال وفي سياق تقرير اعدته في علاقة بأزمة الغذاء العالمية، اكدت وجود 5 دول عربية ستكون الاكثر تأثرا بهذه الأزمة، خصوصا القمح والذرة والطاقة. وافاد التقرير الصادر بعنوان صدى صدمة اسعار الغذاء يتردد في اقتصادات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بان هذه الدول الاكثر تضررا هي مصر والاردن ولبنان والمغرب وتونس. وتوصل التقرير التحليلي إلى أن صافي واردات الدول الخمس من الغذاء والطاقة يمثل ما بين 4% و17% من ناتجها المحلي الإجمالي، فيما تستورد الجزء الأكبر من إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.